رح ننتقل الآن لبرج الميزان، نعطي شوية تفاصيل على هذه القراءة. تلائم أكثر دقة اللي طالعه الميزان، واللي برجه الشمسي في الميزان أيضا ممكن يستفيد من هذه القراءة، اللي قمره في الميزان أيضا قد يستفيد من هذه القراءة. برجع بذكر مثل ما بذكر لكل الأبراج للميزان إنه يسمع فيديو الأحداث الفلكية أولا، بعد هيك ينتقل لفيديو الأبراج، مسجل فيها بالتواريخ حصول الخسوف والكسوف، وأيضا تراجع الكواكب وين راح يكون وكم مدته في خلال هذا العام. طيب بالنسبة للميزان، الميزان بلا شك عانى في سنة 2017 بسبب، مع أنه كان عنده المشتري اللي المفروض أن يجيب له الحظ، ما كان مرتاح بسبب اختلاف طبيعة المشتري عن طبيعة الميزان. وأيضا المشتري كان بيتقابل تقريبا على مدار العام مع أورانوس اللي بيتواجد في البيت السابع بالنسبة للميزان، فأحدث له بعض التقلبات في حياته. طيب نشوف وضعية السنة هاي كيف راح تكون سنة 2018 بالنسبة للميزان. راح أبدأ بالبيوت وليس بالأحداث الفلكية. أول بيت بينشط عندي بالنسبة للميزان هو البيت الأول اللي راح يكون فيه الحاكم الطبيعي للميزان اللي هو كوكب الزهرة، راح يأخذ وقت أطول عن بقية الأبراج في خلال هذا العام لأنه راح يتراجع في هذا البيت. الزهرة يتواجد في بيته الطبيعي للميزان وراح يكون موجود فترة أطول من بقية الأبراج التانيين، فهذا الشيء رح يغني طبيعة الميزان وشخصيته ورح يزداد جاذبية بشكل كبير، بالذات النساء اللي من برج الميزان أو حتى الأشخاص اللي عندهم كواكب يعني زيادة في برج الميزان رح يشعروا بهذا الطاقة القوية من كوكب الزهرة. وجود الزهرة في البيت الأول عموما بيزيد البشرة إشراقا وبتزداد نضارة. في كل مرة بيمر الزهرة في البيت الأول لأي برج بيزداد صاحب البرج جاذبية وإشراق، فلما يكون عندنا الزهرة في مكانه الطبيعي تأتي الطاقة دبل أكثر. فهنا الميزان رح يستفيد من هاي الفرصة في إنه يجذب أطراف آخرين في حياته، ترتفع شعبيته وبيصبح أكثر جاذبية. لذلك هي تعتبر فرصة لبرج الميزان إنه يحسن علاقته مع الناس اللي حواليه، بالذات علاقته مع الشركاء. فرصة جيدة للميزان إنه يجد شريك مناسب خلال هذا العام وخلال الفترة اللي راح يتواجد فيها الزهرة في بيته الأول. لكن بحذر بالنسبة لموضوع تراجع الزهرة، بالرغم أنه راح يستمر حتى وهو متراجع الزهرة بإطفاء الجاذبية على الميزان، لكن لا ينصح باتخاذ قرار مصيري أو الدخول في انطلاقة جديدة في فترة التراجع. فرصة جيدة في فترة التراجع لمراجعة علاقات قديمة. فترة التراجع بالذات ككواكب بيرسونال في مثل الزهرة وعطارد، لما بيتراجعوا بيرجعوا يعني بتضعنا الصدف أو بيضعنا القدر في لقاء مع أشخاص فقدنا الاتصال معهم بسبب مواقف معينة. ففي فترة التراجع وارد جدا أنه يجد نفسه الميزان في لقاء مع أشخاص فقد الاتصال معهم، وتعتبر فرصة جيدة لإعادة تقييم الموقف، لكن لا ينصح باتخاذ القرار النهائي في فترة التراجع. في حال أصبحت الأمور أفضل وأنه قرر أنه فعلا يعيد هذه العلاقة، الانتظار حتى سير الزهرة لحركة سيره الأمامية بعدين يتخذ القرار النهائي. طيب بالنسبة للمشتري اللي بيتواجد في البيت الثاني لبرج الميزان على مدار عام 2018، هنا بنقدر نحكي للميزان انه بتبدأ اموره في التحسن في خلال هذا العام، لانه المشتري بيتواجد في المكان اللي هو مصدر الدخل،
فوجوده على مدار العام رح يحسن الفرص أو رح يزيد الفرص اللي فيها تقدم في التقدم مالي عموما، وهو بيت القيمة الذاتية. يعني الفترة اللي تعب فيها عموما الميزان هنا بتبدأ ترتفع ثقته بنفسه أكثر، وبيبدأ يتحسن في حتى دخله المادي، وبتفتح له فرص أكثر على مدار العام عموما. رح نشوف زحل وبلوتو اللي رح يقضي الوقت بداية من 2018 في برج الجدي اللي هو بيمثل البيت الرابع لبرج الميزان. أيضا هذا المكان اللي رح يحصل فيه أحد الخسوفات في خلال هذا العام. بيت الرابع هو بيت العائلة، بيت الفاونديشن، بيت الجذور اللي بنأتي منها، البيت اللي بنسكن فيه كمان بيظهر في البيت الرابع، البيت اللي ممكن نشتري منه عقار، اللي ممكن نبيع منه عقار أيضا، أو حتى نشتري منه سيارة. وجود زحل في هذا المكان راح تكثف جهود برج الميزان في تأسيس أحد هذه الأمور. يعني راح يبدأ بالتفكير بشكل جدي في مثلا الدخول في شراء عقار، أو الدخول في مثلا شراء سيارة جديدة. يعني ممكن يشتري سيارة جديدة وتكون بالأقساط، وتكتمل هذه الأقساط في سنة 2020، كونه أنه زحل رح يستمر لغاية سنة 2020. فهنا زحل لما بيكون موجود في مكان معناها الجدية، الالتزام، الانضباط، والمسؤولية بشكل أكبر. رح يجد نفسه أيضا الميزان في يعني حالة مسؤولية كبيرة مع عائلته. ممكن خلال هاي الفترة تقل العلاقة بالعائلة، مش معناها أنه بينفصل انفصال كلي عن العائلة، لا، ممكن تصبح هذه العلاقة يعني فيها قلة في لقاءات عائلية، يحصل بعض الأمور اللي ما بيجتمعوا العائلة بشكل كبير، لأنه واضح أنه الميزان مشغول في بناء مستقبل مهني لإله كونه المشتري في البيت الثاني. فهذا الشيء ممكن يخليه يقلل من لقاءاته العائلية، لكن تضعه أيضا أمام مسؤولية لعائلته، حتى عائلته اللي هو بيكونها. بيصبح أكثر انضباط، وبيبحث عن النوعية أكثر من الكمية في تعامله مع عائلته. بالإضافة إلى ذلك، هنا رح يكون عندنا المريخ بيتواجد في البيت الخامس، اللي هو البيت اللي فيه الأمور القريبة من القلب، بيت العلاقة بالأطفال، بيت العلاقة العاطفية، بيت الكرياتيفيتي عموما. والمريخ رح يقضي وقت طويل خلال هذا العام في هذا البيت، حوالي 5 شهور تقريبا، من ضمنها فترة التراجع. وأيضا رح يحصل في هذا المكان يعني أحد نقاط الخسوف والكسوف خلال عام 2018. إذا في شيء فعلي بيشتغل عليه الميزان بداية من هذا العام، ممكن ينطلق في تحقيق يعني مهنة، يعني يحول شيء مثلا نحكي هواية، أو يبدأ بتحويل شيء بيستمتع فيه وينظر له بشكل جدي ويحوله لمصدر دخل مادي لإله. هاي الأمور واردة جدا بالنسبة للميزان. رح نيجي نشوف أورانوس اللي رح يبدأ بالانتقال في منتصف العام تقريبا لبرج الثور، الذي يمثل بالنسبة للميزان البيت الثامن. أيضا هو بيت يعتبر بيت مصدر دخل، لكن مصدر دخل قادم عن طريق الآخرين. إذا علاقة الميزان رح تتوسع بالأشخاص الآخرين بشكل عام، ورح يبدأ يستفيد منهم حتى ماديا. فممكن شخص بيشتغل في عمل معين
تصبح له شعبية وبيبدأ يأتي مصدر دخل عن عن طريق الآخرين. يعني حدا بيشتغل بشيء مثلا يصير عنده كلاينتس زيادة، بيبدأ بيأتوا عن طريق البيت الثامن هدول الكلاينتس. كمان موضوع أورانوس هنا في هذا البيت بيحكي إنه في ممكن يحصل للميزان مش بس على مدار سنة 2018 بل حتى على السبع سنوات القادمة، يحصل له نوع من حالة الوعي الداخلي لعقله الباطن، وكأنه بيبدأ يتصل بقدراته الحقيقية اللي في داخله، لأنه إحنا بنسمي أورانوس The Great Awakener. فبيأتي بيعمل مثل شك في عقل البني آدم، وبيبدأ الإنسان يتصل بذاته بشكل أكثر وبيعي قدراته، وهذا الشيء بيرفع الثقة بالنفس أكثر. فرصة حصول الميزان على دخل مادي قادم من طرف آخر قد يكون من الشريك، مثلا بيتحسن دخل الشريك فبيدعمه الشريك اللي في حياته، ممكن يكون هذا شريك مادي أو شريك عاطفي، شريك زواج يعني. أيضا فرصة حصوله على ميراث أو قرض أو حتى ضمان أو حتى بونس أو تعويض تأتي من البيت الثامن. تعلم لغة، التواصل بشكل عام بيظهر في البيت الثالث. وجود المشتري في البيت الثالث في سنة 2019 راح يزيد أو يعزز الحياة الاجتماعية لبرج الميزان، كونه هو برج أساساً بيحب الحياة الاجتماعية. أيضاً بيرفع نوعية الأصدقاء اللي بيظهروا في حياة برج الميزان. الكواليتي تختلف عن الأصدقاء اللي كان يعرفهم سابقاً، وبيرفع عددهم أيضاً لأنه المشتري بيرتبط بالكثرة والوفرة وأيضاً النوعية. بيرفع فرص السفر أيضاً بالنسبة للميزان في سنة 2019. هذا البيت بما أنه بيت التنقلات على مسافات قريبة، لكن وجود المشتري في البيت الثالث اللي مرتبط بالسفر راح ترفع فرصة الميزان في السفر من بلد لآخر، مش ضروري الهجرة لكن التنقل من بلد لآخر. أما بالنسبة لسنة 2020، السنة اللي بدنا نحكي إنها تكون النتيجة النهائية للمجهود اللي نبذله خلال السنتين ونص، مع انتقال المشتري في سنة 2020 لبرج الجدي وحدوث الاقتران اللي احنا بنسميه الاقتران الكبير أو اقتران تاريخي يعتبر في الجدي مع زحل وبلوتو. هنا بيبدأ الميزان يلمس نتائج حقيقية في البيت الرابع. ممكن هنا تظهر فرصة ممتازة جدا خلال هذه الفترة إنه يحقق ربح عن طريق عقار، أو حتى يملك عقار يكون بالنسبة له حلم حياته. أيضا إذا كان بيشتغل على موضوع مهنة من داخل المنزل، تبدأ تصبح هذه المهنة تعطي نتائج واضحة بشكل أكبر في حياة برج الميزان. فإن شاء الله أنه هذه النتائج راح تظهر في سنة 2020 اللي هي تقريبا مسافة سنتين ونص، مش بس هدول سنتين ونص، حتى على الخمس سنوات القادمة اللي هي فترة خروج بلوتو من الجدي. هنا بيبدأ يجد النتيجة النهائية للتعب والمجهود اللي والصبر اللي صبره في خلال السنوات السابقة. لذلك أنا بتمنى للميزان إن شاء الله سنة 2018 تكون عام سعيد ومليء بالفرص الإيجابية.